كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي الدكتور عبد الله ابو حبيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.